نحسوا بإلحاح، يعني بعد ما ظهرت أول حالة ديال سلالة جديدة في المغرب، في تساؤلات بعد التقارير قيل فيها أن هناك يعني أكثر من 18 سلالة، بغينا نعرفوا. لا لا، كاين سلالات كثيرة، راه التحولات راه آلاف ديال التحولات، ولكن التحولات اللي ما تضرش بلا ستركتور ديال الفيروس، ولا ما تقيش هذيك لا بروتين سبايك، هي اللي اللي حنا تنمشيو باللقاح ما تنديوهاش فيها. هاد دابا هاد السلالة باسكو اكثر انتشار، فلهذا وضعات دول بحال انجلترا في مشكل، اللي تنشوفوا انه كاين واحد التسارع للتلقيح ديال المواطنين ديالها، وكذلك تشديد الحجر. غادي باش ما نرجعوش للمشكله اللي بدات في يوهان، بدات والو ومن بعد انتشرات، راك شفتوا شحال ولا العالم كامل عنده مشاكل. اذا فاش تظهر شي سلاله اللي عندها شي خاصيه اما خطيره واما ما صالحش فيها اللقاح واما اكثر انتشار، فمن الواجب انه يكون التتبع ديالها، ومن الواجب انه يكون الحصر ديالها باش ما تنتشرش وما توليش هي اللي واخده البلاصه ديال الاخرى اللي كانت اقل بالنسبه للعالم كامل، اقل ضرر. يعني في هذا الاطار تقول بان التراخي يعني في اخذ احترازات التدابير الوقائيه من شانه انه يخلق لنا سلالات جديده. إيه بقى غادي يكون تكاثر، ما حد الفيروس تيتكاثر وما حد وتيدور في المحيط، ما حد تتخلق سلالات جديده. لحقاش الفيروس هو هذا، وراه عندنا ليكزامبل ديال لاغريب. لاغريب راه تيتبدل كل عام، تظهر سلالات جديده، داكشي علاش الفاكسان حتى هو تيتبدل كل عام. داكشي علاش دابا راه كلشي حاضي. علاش كلشي حاضي؟ باسكو دابا هاد الفاكسان لهاد الوقت فين تنهضروا راه صالح، ولكن خص يبقى الاحتياط لان تبان شي حاجه جديده اللي غادي يولي ديك الساعه المختبرات خصهم يديروا لها لقاح جديد على حساب داك الفيروس اللي خرج جديد. كما دابا درنا الفيروس ديال السارس كوف 2 الور كو راه كان السارس كوف 1 والمارس اللي مع اختفوا، ما كانش كان تيتوجد اللقاح ولكن مع اختفى وما بقاش علاش الواحد يدير اللقاح. اذا هذا اللقاح توجد حيت منتشر داكشي بواحد الدرجه عاليه، داكشي علاش توجد اللقاح ديال السارس كوف 2. اذا فهاد مع الفيروسات دائما خص تكون اليقظه الوبائيه باش يبقى التتبع، باش ما يكونش انفلات ويكون هذا الانتشار بهذه الطريقه الكبيره. وحنا من الانصاف تنشوفوا بانه في هذا الوقت راه الحكومه واخذت التدابير، ولكن خصنا حنا حتى اشخاص حنا نتحملوا المسؤوليه ديالنا ونزيدوا من التدابير الاحترازيه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.